عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ. الأسئلة التي وردت البرنامج الشيخ صالح يقول: إخراج زكاة الفطر نقودا، فأنا يقول منذ سنوات أخرج بدل زكاة الفطر نقودا، أرجو أن توضحوا الحكم الشرعي في ذلك. لا تجزي يا أخي نقودا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها من الطعام ومن قوت البلد، وقدرها بالصاع، صاع من كذا صاع من كذا، فلا تخرج نقودا، فيجب عليك أن تخرج عن ما مضى صاع عن كل سنة فطرة رمضان تخرج، لأن النقود لا تجزي في هذا. النقود كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها، فأنت أخرجت شيئا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أخرج أمر بإخراج صدقة الفطر من الطعام. نعم. طيب السنوات التي أخرجها نقودا هل يعيد يا شيخ؟ نعم، لابد من هذا، باقية في ذمته، وتعتبر النقود التي أخرجها صدقة. نعم.